مرحبا بكم، رجعنا لكم وصفة جديدة، إن شاء الله تكونوا بخير. أتمنى الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس. شكرا كثير لكم، يلا بينا. دقيق 360 جرام، سكر 30 جرام، ملح نص معلقة صغيرة، خميرة 5 جرام أو معلقة صغيرة، سجن مكونات مع بعض، زبدة 25 جرام، ماء 165 جرام. هذا هو مقاس الكوب بالجرام اللي ما عنده ميزان. نعجن جيد لمدة 5 دقائق. هي الوصفة ما بتاخد وقت كتير، كل وقت اللي اخدته مني تقريبا 10 دقائق، اغلب الوقت يروح في التلاجة، يعني ما بتاخد وقت. الناس ماخدها فكرة انه بتاخد وقت كتير، لكن هي ما بتاخد وقت كتير. بعد ما تخمر تضعف وضعها بالثلاجة. الزبدة، بخصوص الزبدة يفضل يكون نوع جيد من الزبدة، يكون أكثر نسبة الدهون فيها أكثر من 82%. ودائما في الوصفات لما بقول زبدة هو بعني زبدة، زبدة حيوانية. الزبدة تختلف عن المانجرينا. المانجرينا هي عبارة عن زيوت مهدرجة، هي مضرة للصحة، فدائما الزبدة يعني الزبدة. هذه أنواع الزبدة، يعني بعض أنواع الزبدة الجيدة. دائما كمية الزبدة بتكون نص كمية الطحين. لو طحين 200 جرام زبدة 100 جرام، طحين 400 جرام زبدة 200 جرام حشوة. لو الدقيق عملنا دقيق كيلو، يعني نص كيلو زبدة للحشوة. حمل وصفة بشكل عشوائي منشان أسهل لربة البيت، ولكن اللي حابب يعملها بشكل منظم لمخابز أو لمتجر أو لمطعم، حنزل مقاييس للمطاعم والمخابز، لكن هذا مقاييس لربة البيت، طريقة بأسلوب عشوائي وسهل جدا. نوضع الزبدة، دائما نفرد العجنة تكون ضعف حجم الزبدة. العجنة دائما احنا لما نتعلم احنا الطبخ او الطهي في الكلية او في معهد، ما بنتعلم مقلوبة عراقية، مقلوبة فلسطينية، مقلوبة مصرية، انه نتعلم خبز مصري. هذا بنكتسبه مع الوقت ومع الخبرة. نتعلم دائما الأساسيات في الطبخ، الأساسيات والمعادلات، وهذا كله بيجي مع الخبرة. يعني الإنسان لازم يجرب مرة ومرتين، ومع الوقت يصير في عنده خبرة. وضعها بالثلاجة لمدة 20 دقيقة، نصف ساعة، ساعة ما بأسف، أقل شيء 20 دقيقة. نجيبها من الثلاجة، نفردها
تاني. قليل من الدقيق. مثل المرة الأولانية، تلت تلت، نغلفها ونرجعها للثلاجة تقريبا أقل شيء 20 دقيقة إلى ساعة ترتاح، تكون أسهل بالفرد. نرجعها للثلاجة. هذه المرحلة الأخيرة خلصت. مثل ما حكينا ما بتاخد هي وقت كتير، تقريبا كل الوقت اللي اشتغلت فيه 10 دقائق اغلب الوقت بروح في التلاجة، يعني هي سهلة كتير. الناس ماخد عنها فكرة انه هي صعبة، لكن هي سهلة كتير. أتمنى الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس. شكرا كتير لكم، مع السلامة.